لكن للأسف هنا راح شفنا يعني محاولة صعبة جدا هذه خطيرة لصالح فريق اتحاد العاصمة. والهدف الأول لصالح اتحاد العاصمة كانت خطيرة من هجوج الظلي، سجل الهدف الأول في الدقيقة 13، يسجل بعد تسديدة قوية جدا يباغت بها الحارس نجيب غول اللي ما تمكنش من ولا لم يحرك ساكن لأنه التسديدة كانت قوية جدا. نشوف كانت خطيرة وكذلك توزيعة وكيفاش كانت الكرة موزعة، ومن أسامة درفلو ثم دون انتظار في الزاوية 90. حقيقة كانت جميلة جدا من هجوج وبقوة.